وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشيخ. الله يكرمك، تفضل يا شيخ سيد. بارك الله فيك. السؤال الآخر يا شيخنا يقول بخصوص أماكن الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم كغزوة خيبر وحصول اليهود وما شابه ذلك، هل يجوز شد الرحال لمشاهدتها؟ أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، المستثنى منه المساجد اعتقادا لفضيلتها، أي لا تشد الرحال لمسجد من المساجد لاعتقاد فضيلة فيه إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا أولا عليك أن تعلمه، المستثنى منه المساجد، ليس المستثنى عموم. لأنك ستحرم شد الرحل للسفر وشد الرحل طلب العلم وإلى آخره، فالمستثنى منه المساجد، هذا أولا. ثانيا لم يثبت أن الصحابة كانوا يشدون الرحال لزيارة هذه الأماكن التي أنت تقولها، ما ذهبوا لشد الرحل، ما شدوا الرحل لزيارة مكان غزوة خيبر ولا غيرها من الأماكن. ثالثا نرجع أيضا إلى نيتك من هذا، إذا كانت نيتك الاتعاظ والاعتبار فلك وجه، لأن الله قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولأن النبي قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الله أعلم. بارك